ملفات سياسية وخطيرة على طاولة الكاظمية تبدأ بملف الفصائل المسلحة وطبيعة الوصول إلى توافقات مع هذه الجهات. فمن يقرأ المشهد السياسي يرى ذات التحديات التي واجهت أسلاف الكاظمية تتجدد معه، على الرغم مما يمثله تكليف الكاظمية من انتقالة جذرية على مستوى منصب رئاسة الوزراء، إذ ما تحقق التكليف لذلك، خاصة وأن الكاظمي لا يعد ضمن الجيل الأول في الطبقة السياسية العراقية، وهو ما يراه مراقبون مصدر تفاؤل. فالكاظمي وفقا لما تعهد به سيعمل على تحقيق تطلعات الشارع العراقي بعد العمل على إيجاد صيغة تفاهمات مع القوى السياسية، وهو التحدي الأول لمسيرة التكليف، فضلا عن تحديان آخران مهمان هما فيروس كورونا والأزمة المالية التي تزامنت مع تفشي الوباء، فضلا عن أزمة تشكيل الحكومة التي لن تكون سهلة، سيما محاولات يكون العراق في موضع نقطة التقاء بين واشنطن وطهران، وألا يكون مساحة اشتباك بين الطرفين. وفيما يتعلق بأولويات الكاظمي في ضوء هذه المؤشرات، يرى مراقبون أنها قد لا تختلف عن التحديات، حيث أن التحديات في الغالب سياسية، لكن الأولويات قد تأخذ منحا آخر، حيث تكون على أساس الصحة والاقتصاد، والأمر الآخر هو الذهاب نحو انتخابات مبكرة، فضلا عن مسائل أساسية كمحاسبة قتلة المتظاهرين، وهو واحد من أهم التحديات. وتتوقف عملية قبول الكاظمي من قبل المحتجين وساحات الحراك الجماهيرية على مدى دقة تعامله مع هذه الملفات الحساسة والخطيرة.